نتمنى ان هادشي كلشي يكون نهار شي زبعه في فنجان بلا شي قصد اجرامي كبير، هادشي غير منافسه في المجال الفني. كنقول الناس كلهم هادو ينوضوا يبدعوا. شنو النصيحه اللي تقول لهم؟ ها؟ النصيحه ديال الفنانات دابا اللي ولات اغلبهم ديال المشاكل. ايوا مشاكل ما تخصهمش، ولكن يخلقوا عن راسهم هادي ما راه كان مشاكل ديال الابداع وديال الوسائل وديال الجمهور، ولكن ديال المنافسه يجي من الفوق تزيد تخلق مشاكل اللي كاع ما موجوداش، وتخلق من واحد اخر مشاكل لان ما قادرش تدير محسن منه. هذا تحطيم ديال الفن، وملي كتحطم الابداع راه كتاخر الامه. ديما ما عندها ماشي لي صالح البلاد. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة الصحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.